Roll. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق وخلق الجان من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلام
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن فبأي آلاء
ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ولك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وميدان كلماته اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك حينا يا ذا الجلال والإكرام استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حنان يا منان يا غفور رحيم اغفر لنا ارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم تقبل منا عبادتنا اللهم تقبل منا عبادتنا إنك أنت السميع العليم اللهم اغفر لنا ولوالدي ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر حجاج بيت الله عز وجل اللهم انصر حجاج بيت الله عز وجل اللهم انصرنا اللهم انصرنا بهذه الأيام العظيم أيام الحج يا حنان يا منان يا غفور رحيم وصل اللهم سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Oh.